مرحبا، مساء الخير، كيفكم؟ وصلتني هاي الهدية من شيري بوتشي مثل ما انتم شايفين. يمكن كلكم عم تعرفوا هاي الصفحة او الاغلب شافها، واللي ما شافها روحوا شوفوها. هي مختصة كانت بالملابس المستوردة طبعا، وكمان المكياج، ميك اب بكل اصنافه. يعني بتقدروا هلا توصوها على ميك اب بتوفر لكم. وفي هلأ بلشت مشروع جديد، فعم بدي أشوف الهدية اللي بعتت لي إياها. هي حكت لي تفاصيلها، بس بدي أشوفها معاكم. أفتحها. هيك هاي ثلاث علب. هاي أول علبة. هاي أظنها هي للأقدام، للعناية بالأقدام. هيك كريم. طبعا أغلب مكوناته يعني 70% أو أكثر من 50%، خلينا نحكي زبدة شيا وأشياء تانية للأقدام، للعناية بالقدم. ونشوف الأشياء التانية. هاي الأشياء للعيد، ممتازة هلا قبل العيد الكل بده يعتني في جسمه. هاد سكراب للجسم، متكون من زيوت طبيعية وقهوة، سكراب قهوة وزيت جوز الهند، يعني هدول أهم مكونين فيه. سكراب للجسم بجنن، ريحته بتجنن. وفي عنا هذا الشيء هو أظن هيا هذا سكراب للشفايف، في زيت الأرقان، وفي كمان زيوت تانية طبعا مرطبة، وسكراب للتقشير، أظن سكر ودم الغزال. دم الغزال كتير بعطي لون حلو للشفايف، فانتو بتعملوا سكراب وبنفس الوقت توريد للشفايف. فريحتها هي لعندي واصل، ريحتها بتجنن. ما بعرف ايش العطر اللي فيها، بس ريحة كتير حلوة. فاللي بحب طبعا في اشياء كتير يعني اشياء عناية بالجسم تقدروا تستفسروا منها عن طريق صفحتها. هلا ببعت لكم اياها، بحط لكم المنشن تبع حسابها، وتقدروا تطلبوا اللي انتو حابينه. اسم صفحتها شيري كوتشي، هاي الاسم بالضبط. تقدروا كمان تاخذوا سكرين شوت وتبحثوا عنه بتلاقوا سكراب. هاد سكراب الشفايف. في عندكم كريم العناية بالأقدام، في سكراب الجسم وسكراب القهوة. الله أكبر. هدول يسلموا. شكرا كتير رقية، يسلموا على الأشياء الحلوة، وراح أجربهم أكيد للعيد. كريم الأقدام أظن راح أعطي لماما، راح تعتني فيه، راح تعتني في رجليها وأقدامها عن طريقه. أي هو كريم. مرطب ومعالج طبعا،